جلسة جديدة للبرلمان اللبناني وذلك لاختيار رئيس للجمهورية، ولكن هل اختلف السيناريو هذه المرة؟ لن يختلف السيناريو طالما أنه ليس هناك أي توافق. الشرخ يزيد، الخلافات تزيد بين القوى، ولا أحد يملك منذ أن بدأ أو منذ انتخاب هذا المجلس الجديد، لا أحد يملك الغالبية أو الثلثين في المجلس ليستطيع أن يأتي بمرشحه اليوم. بسبب التكتلات الصغيرة التي لا تستطيع أو ليس لديها النصف زائد واحد أي 65 نائبا، لا أحد يستطيع أن يأتي بمرشحه دون مساعدة الفريق الآخر أو أصوات الفريق الآخر. إذن اليوم الجلسة مصيرها كما الجلسات العشرة السابقة، لا شيء متوقع من هذه الجلسة، ولا يوجد أي انتخاب لرئيس جديد للجمهورية. فقط ما ينتظره اليوم اللبنانيون هو ما سيسفر أو الأصوات التي سيجيرها تكتل لبنان القوي، التيار الوطني الحر. نحن بطبيعة الحال نتحدث عن التيار الوطني الحر نتيجة الخلافات مع حليفه حزب الله. هل سيستغني عن الورقة البيضاء؟ هل سيكون لديه مرشح؟ مع العلم أنه التيار الوطني الحر في آخر اجتماع له لم يعلن أنه سيتبنى ترشيح أي أحد، وقد تذهب الأصوات إلى الورقة البيضاء وبعض الأسامي الجديدة من هنا وهناك التي ستنافس بعضها. إذن النتيجة هي معروفة مسبقا، لا رئيس جمهورية.